لما ولادي يكون نفسهم في البسكوت بتاع المكنة، ولا عندي مكنة ولا زبدة ولا سمنة، وبضاية واحدة بس هي اللي موجودة، هعمل بيها البسكوت الجميل ده وهشكله بشكل المكنة، يدوبك بس بالمقطع بتاع العجين أو بالسكينة أو بالشوكة، تبقى دي حاجة جميلة جدا ونملى البيت كله بركة، وكمان البسكوت بريحة البرتقال. أنا إيناس عباس، اللي لسه ما تابعنيش تابعني على قناة الوصفة، وكمان يتابع القناة والبيج والجروب والإنستجرام والتيك توك باسم شيف إيناس عباس. شايفين بقى بالمقطع بتاع العجين أنا عملت أشكال جميلة جدا كأنه بالظبط اتعمل بالمكنة، وقطعت بقى كده وشلت بمنتهى النظافة وحطيت ورصيت في الصاج وسويت، ما هي الست الشاطرة تغزل برجل حمارة. وكمان عملت بقى كوباية شاي بحليب كده جميلة، وسقسقت بقى البسكوت في الشاي، وبسطت الولاد كل دوت يدوبك بس بكوباية ونص بس من الدقيق، وكمان ببضاية واحدة وبشوية زيت، والبسكوت مقرمش وجميل. جبت نص كوباية من السكر البودرة، أهم حاجة تكون سكر بودرة علشان البسكوت يكون ناعم، ودي الفانيليا وبضاية ونص كوباية زيت وكوباية نص من الدقيق، وهحتاج كمان لرشه من البيكنج باودر خفيفه خالص. هجيب بقى كمان الفانيليا، ممكن نجيبها بريحه البرتقال او بطعم البرتقال، انا كنت عايزه البسكوت يبقى بطعم البرتقال، فسواء بقى حطينا فانيليا عاديه او حطينا اللي بطعم البرتقال، دي ماركه دريم موجوده في السوبر ماركت جميله جدا، هي دي اللي انا استخدمتها عشان عملت البسكوت بطعم البرتقال. جبت بقى كده طبق واسع علشان نعجن الحاجات بتاعتنا، حطيت نص كوبايه السكر وحطيت عليها نص كوبايه الزيت، الطعم بيبقى جميل جدا جدا والبسكوت بيبقى مقرمش من الزيت. كسرت كمان بضاية وهحط عليها بقى كمان الفانيليا اللي بطعم البرتقال، دي بتخلي لي البسكوت لونه أصفر وجميل جدا جدا، حلوة قوي سواء في الكيكة أو في البسكوت. وقلبت بقى كده البيض مع السكر مع الزيت مع الفانيليا اللي بريحة البرتقال، قلبتهم كويس قوي، وهحط كمان عليهم بقى معلقتين من الحليب البودر علشان يدي للبسكوت بتاعي طعم كريمي كده مع الزيت، ويعوضني طعم الزبدة اللي مش موجود، هيخليه جميل قوي كأنه عليه قشطة، الطعم اكتر من رائع. وكمان عشان البسكوت يطلع مقرمش هحط عليه معلقتين من سميد البسبوسه او معلقتين من النشا، كل البسكوت اللي بيجي جاهز من بره بقى بتاع العيد بيبقوا حاطين عليه معلقتين من سميد البسبوسه، بيخليه مقرمش وجميل جدا جدا والبسكوته متماسكه وطعمها اكتر من رائع. قلبت كده سميد البسبوسه مع المكونات التانية اللي انا حطيتها، وهحط بقى كمان كوبايه ونص من الدقيق، بس هبدا الاول بكوبايه واحده ورشه خفيفه كده من البيكنج باودر حوالي نص معلقه، ما نكترش البيكنج باودر علشان البسكوت ما يفرش مننا جامد وتفضل حباته كده متماسكه. وقلبت كده بقى الكوبايه بتاعه الدقيق وشلت بقى الويسك خالص، وهعجن بايدي، هحط نص كوبايه الدقيق الثانيه كده على مراحل، احتمال تحتاج معلقه من الدقيق او معلقتين وممكن ما تحتاجش، انا العجينه بتاعتي ما احتاجتش خالص، وطبق العجن بقى نضيف والعجينه بتاعتي متماسكه واكتر من رائعه وجميله جدا. جبت كيس كبير بقى كده او ورق زبده تبع المتاح عندنا، وهحط عليه كده العجينه بتاعتي، وقفلت الكيس غطيت عليه علشان العجينه تتفرد من غير ما احتاج ارش ولا فتفوته من الدقيق ولا توسخ الدنيا ولا اي حاجه خالص، خلاص كده فردتها. وجبت بقى المقطع بتاع العجين كده او سكينه تبع الحاجه اللي موجوده عندنا، وهبدا ان انا اقطع الحروف بتاعه العجين بتاعتي علشان ابدا اشكل العجينه بتاعتي، وبالشوكه بقى كده وهمشي على العجينه او بالمقطع كده بتاع العجين زي ما انتم شايفين او بسكينه، وهبدا اعمل علامات كده، انا مش عايزه انزل اقطع العجين للاخر، انا يا دوبك بس بحرك المقطع عليه كده بالراحه علشان يديله العلامه دي ويفضل واخد الشكل بتاع المكنه زي ما كنا بنقطع البسكوت. انا هقربها لكم عشان تشوفوها قد ايه خدت كلها شكل التطليعة الجميل ده. وهبدا بقى اقطع العجينه بالحجم اللي انا عاوزاه، انا هقطعها كده زي شرايط، انا قطعت منها وحطيت ورصيت على طول في الصاج، دهنت الصاج كده بدهنه خفيفه من الزيت وحطيت عليه ورقه زبده، لو مفيش ورقه زبده مفيش مشكله خالص، هنحط على طول دهنه زيت خفيفه ونقطع البسكوت ونحطه عليها. فردت واحدة تانية وهعملها برضو بالمقطع قدامكم عشان تشوفوها، هضلعها برضو قطعة العجين كلها كده سواء بالمقطع أو بالسكينة زي المتاح عندنا، أهي بمنتهى البساطة والسهولة عملتها كذا مرة علشان تشوفوها. وهبدأ بقى أقطع الصوابع بتاعة البسكوت كأننا بالظبط بالظبط عملناها بالمكنة، وأقطع بقى الحجم اللي احنا عاوزينه كده وأرص في الصاج زي ما انتوا شايفين، حبات البسكوت متماسكة جدا وجميلة، نحطها بس بعيدة عن بعضها شوية كده عشان ما تلزقش بعضها بعد السوى ولا اي حاجه، وكل بواقي العجين بطويها على بعضها كده واطبقها وارجع تاني اعمل بيها واشكلها تاني. خلاص انا مليت الصاج بتاعي بقى، حته العجين اللي باقيه هعمل بيها شويه اشكال تانيه عشان ابسط الولاد. جبت كده شكل قطعه البسكوت، قطعات كده شكلها جميل عشان تديني شكل البسكوت اللي احنا بنشتريه جاهز من السوبر ماركت، حاجه كده جميله وبمنتهى المكونات البسيطه اللي من حواضر البيت، بسطت الولاد وعملت لهم حاجات حلوه قوي. وخلاص بقى الاشكال التانيه دي، ده الشكل ده عملته بدوت،
المربع ده بالشكل المربع ده. ودلوقتي أنا مشغلة الفرن على 180، البسكوت يا دوبك هيدخل على الشبكة اللي في النص دي، كمان عملتها بالشوكة، شايفين شكلها جميل إزاي، آخر حتة عجين عملتها بالشوكة جميلة قوي. هتدخل بقى الفرن، مش هكمل 12 دقيقة، أنا حاطة الشبكة في النص وفتحها على درجة حرارة 180، مش هحتاج حتى أن أنا أفتح الشواية من فوق ولا أي حاجة، البسكوت ما بيستحملش كده خالص، يا دوبك هما ال 12 دقيقة هيخرج مستوي جميل جدا جدا ولونه ذهبي وأكتر من رائع. خلاص ما كملش في الفرن أهو ال 12 دقيقة يا دوبك، وطالع باللون والشكل والريحة بقى مش قادرة أوصف لكم، ريحة البرتقان جميلة جدا جدا، كأننا عجنينه بالبرتقان ولونه المصفر الجميل. طبعا لسه بقى سخن قوي، فهستنى عليه بس دقيقتين ثلاثة كده يهدى، وبعد كده هخلعه بمنتهى السهولة. زي ما أنتم شايفين اللون ذهبي رائع، تحفة تحفة تحفة، يعني أنصحكم بجد تجربوه، الريحة قلب البيت، كأننا عاملين حلويات جميلة وكأنها بالزبدة، يعني معلقتين الحليب البودر اللي حطناهم خلوه جميل جدا. دول بقى الحبة الباقيين هشيل بس دول كده من على ورق الزبدة، وعلى نفس الورق على طول هسوي الحبة الباقيين دولت. تخيلوا كل الكمية الكبيرة الجميلة دي، ما شاء الله، من كوباية ونص بس من الدقيق، وحاجات كلها من حواضر البيت، بضاية واحدة وشوية الزيت. عايز أقول لكم إن البسكوت بالزيت طعمه أحلى من اللي بالزبدة وبالسمنة 100 مرة، الطعم أكتر من رائع. وإحنا وزننا بقى المعادلة بمعلقتين الحليب البودر اللي حطناهم. هجيب بقى بقية الأشكال اللي أنا عملتها للولاد عشان يتبسطوا، يبقوا بقى خدوا كل الأشكال بتاع شكل المكنة بتاع العيد، وكمان بتاع السوبر ماركت الجميل اللي إحنا بنجيبه مستورد بفلوس كتيرة. يبقى كده إحنا عملنا كل الحاجات، خلاص أهو دخل الفرن برضو، ما كملش 10 دقايق لأن الفرن خلاص بقى سخن على درجة حرارة 180، واستوى بسرعة جدا بالشكل الجميل ده. وطبعا مش فاضل غير ان انا بقى اعمل كوباية شاي بحليب كده علشان القعدة تحلو، وسأسأ بقى البسكوت كده في الشاي، شايفين ما شاء الله الكمية كبيرة، نسمي الله بس كده ونشتغل، والحاجات هتبقى جميلة. اللي عملناه بالقطاعات الاشكال جميلة، واللي عملناه بالشوكة كده يا دوبك دورنا اخر حتة في العجين في ايدينا، جميلة جدا جدا. هحط بقى كده في الشاي بحليب واشرب، يا سلام، وارجع كده لذكريات الطفولة واتبسط مع الولاد زي ما هيتبسطوا هم كمان، حاجة كده جميلة جدا جدا، وكلها فعلا من حوالي. وعلى طول يبقى عندنا حاجة حلوة، البسكوت مقرمش كسرته كده قدامكم، والريحة رائعة، ريحة البرتقال، وهسقسق كده بقى في الشاي والحليب، يا سلام، الطعم أكتر من رائع بألف هنا.